ما رأي فضيلتكم في عدم تحرك العلماء وقول لكلمتهم في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟ كل هذا يعني لما تقدم يجب على العالم أن يبذل وسعه، وقد وقع بحمد الله كثير من هذا الشيء. كثير من العلم قد بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف، بينوا كثير، ولكن أين المستجيب؟ لا من العامة ولا من الخاصة، ولكن ليس هو يعني على المستوى الأكمل، بل الحاجة تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى بقية إلى أن بقية العلم يقومون أيضا، وهذه الأمور فرض كفاية، فتقام بها من يكفي في إيضاح الحق كفى، ولكن إذا حصل من الكثير وتتابع العلماء في كل مكان على الدعوة إلى الله وعلى بيان ما يجري صار ما كان أنفع للناس وأكمل في هداية الناس وتنبيههم.